أساس بقى العيلة إيه؟ والدك ووالدتك؟ لا لا، والدتي متوفية الله يرحمها، كان والدي اللي عايش. مش عايز أقول لك أخواتك كله كله فرحان. كلهم أهلاوية ولا في حد بيشجعش الأهلي؟ لا، ما فيش حد عندي زملكاوي، كله أهلاوي. لا ما فيش زملكاوي بس لا لا بأمانة، لا ما فيش، لا ما عنديش أصلا. أنا إخواتي كلهم أهلاوية، وكمان واتحقق أمنيتي. فلا كلهم كانوا فرحانين جدا ومبسوطين اللي انا رحت هناك، وانا فرحان اصلا. ليه؟ انا كان كمان قريب مني كان تامر حفني، كان هادي خشبه، وليد صلاح، طبعا عشان كلهم المنتخب. الجيل كله كمان معايا في المنتخب، فانا عارفهم. وفين اقول لك على حاجه مفاجاه والله العظيم، اول مره ولو مش هذكر لك اسماء لعيبه من نادي الزمالك وانا معايا المنتخب، اللي بيقول لك اوعى تيجي عندنا الزمالك، تخيل. لا تاني يا كابتن، والله زي ما اقول لك كده، كان معاك مجموعه من نادي الزمالك قالوا لي اوعى تيجي تروح للزمالك. فبقول لهم ليه؟ قال لك هتاخد فلوس بس مش هت يعني مش هيبقى عندك استمراريه اللي كامل في نادي الزمالك. يعني من ضمن الحاجات انا خلاص واخد قرار. ليه ما سالتش ليه بقى؟ انا عارف ليه؟ انا اصحابي، لا انت عارف برضو بيبقى هي كل نادي بيبقى ليه كده، ليه حاجات كده ممكن ما تعرفش تدخل في وسطهم بسهوله. اللعيبه اللي كان بيقول لك نجوم في الحته دي هيتعبون انا، لكن نادي الاهلي تدخل انت، حتى انت جربتها لو كويس هتخش هتلعب. نادي الاهلي الدنيا سهله وبسيطه، وتحس ان انت داخل اول يوم في النادي الاهلي، ما فيش شك كده كده بمجهودك، بس انت بتدخل النادي الاهلي بتحس في ارتياحيه. بتحس ان لكن لعيبه من فرق اخرى حذروك من طبعًا انت تروح. والله. بس انا مش عايز، انا نادي الزمالك نادي كبير طبعًا. واي حد لا طبعا علاقه يعني ملهاش علاقه طبعًا. بس انا منتمي للنادي الاهلي وبحب النادي الاهلي. مش فارق. انا اتنزلت على فكره، انا كنت اخد في نادي الزمالك 350,000. شوف تخيل كابتن فاروق جعفر، رقم خيالي. ايه في ده؟ انا ما خدتش من النادي الاهلي ولا اي حاجه خمس سنين بتقول قعدت والله ما كان 30,000 جنيه، واتنزلت بهم نادي المنصور وقعدت خمس سنين ما حصلش على حاجه غير مكافآت بتاعتنا، بطوله مش عارف ايه الفوز والبتاع. بس انا مبسوط انا. وما احنا يعني النجوميه اللي جت لنا دي جت لنا منين؟ من النادي الاهلي. والخير اللي جانا بعد كده برضه من النادي الاهلي. ونروح منتخب مصر من النادي الاهلي، وحاجات كتير. النادي الاهلي انت حاسس يعني طبعًا احنا بنتكلم، انت حاسسها نفس الاحساس. البطولات اللي احنا خدناها والجمهور اللي بيقابلنا والخدمات اللي بتتعمل لنا برضه عشان النادي الاهلي، ففي حاجات كتير قوي بعد ربنا سبحانه وتعالى النادي الاهلي فضل علينا.